هذه العرقلات والمهام اللي على وزارة المالية لهذا اليوم لم تنجز بشكل كامل. يعني لحد الآن كافة البيانات وكافة تفاصيل العقود والأجور لم ترسل إلى وزارة المالية، وخصوصا اليوم بعد كتابها الأخير أنه أرسلت كتاب يتضمن وزارة المالية بتخصيصات العقود والأجور، وعلى الدوائر والوزارات إرسال البيانات بمدة أقل من 5 أيام، مو أقل وإنما خلال 5 أيام، ما تتجاوز الـ5 أيام. أي نعم، هي حددت الوقت أستاذ. أنت شو تشوف يعني هذا الوقت غير كافي أحمد؟ بالتأكيد غير كافي، لأن الوزارات والدوائر ما تعرف أعداد العقود والأجور، إضافة أكو إجراءات ما كاملة في بعض الدوائر، إضافة الشيء الأهم أنه أكو وزارات ودوائر وصلت لها الكتب وبعض الوزارات ما وصلت لها الكتب، وهذا الشيء راح يأثر على هواية من العقود، وبالتالي أنه العقود راح يخسر. شنو اللي طالب به أحمد؟ شنو اللي طالب به؟ أطالب أنه أتمنى أنه من رئيس دولة الوزراء التدخل في هذا الموضوع شخصياً. تمام. شخصياً أتمنى ويكون توجيه إلى وزارة المالية بصرف رواتب العقود والأجور، وأيضاً الفقرة 61 من الموازنة الذي تنص على تثبيت العقود والأجور ممن أنجز مدة خلال 5 سنوات. نعم سمعني أستاذ؟ واضح أحمد، أسمعك جيد. نعم، وبدون شرط او قيد. وصلت الفكره. وزاره الماليه خلت قيد وشرط هذه الفقره انه فقط خدمه العقد تنعزل. احنا عندنا عقود صارهم اكثر من 15 سنه و20 سنه، هذه خدمه الاجل لم تحسب، ووزاره الماليه المسؤوله على هذا التسويق، وبالتالي الكثير من العقود والاجور راحت. وهذا يعني يحتاج لتعديل، تعديل قانون اخ احمد، هذا يحتاج لتصويت بالبرلمان. الماليه مو صاحبه لا قرار بهذا الشيء. لا استاذ، انه قرار 315، اذا حضرتك انه مطلع على القرار بشكل كامل وبشكل تفاصيل، انه قرار 315 تحتسب خدمه الاجر للتثبيت والترفيع والعلاوه. طيب. احنا نطينا على القرار، يعني احنا ما اجينا انه نريد من عندهم، لا احنا القرار هو ينط على هاي الفقرات. اي مو هو غير يثبت اولا حتى بعدين نحسبها، مو هي هاي المشكله. مو هو ما حسب خدمه الاجر يا استاذ، اجى قال فقط العده عقود وعقود الاحتساب. بالضبط، الاحتساب يكون بعد التثبيت، بعد ما تثبت على الملاك الدائم تحسب خدمه يعني الاجر حسب هذا القانون اللي انت هسه قريته.